أين آيات الجهاد والقتال من حياتنا؟ وهل نحن نتعامل مع القرآن الكريم في جزء منه في حياتنا فقط ونترك الأجزاء الأخرى؟ أم أن التكليف الذي علينا هو أن نعمل بهذا القرآن بكل ما فيه؟ ولهذا أنا يحق لي أن أتساءل الآن، أوجه السؤال إلى نفسي أولا، نعم، وأوجه السؤال إلى كل من له اهتمام بأمر المسلمين، نعم، أين هذه الآيات من حياتنا الآن؟ أين آيات الأنفال؟ نعم. أين آيات براءة؟ وهي التي الأنفال التي جاء فيها، نعم، قصة بدر، أين، نعم، هي من حياتها الآن؟ نعم. أين هي من حياتنا الآن؟ نعم. هل نحن نتلو هذه الآيات فقط لكي نتذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك نقطع حياتنا عنهم ونفصلها فصلا كاملا؟ هل نحن فعلا الآن نتربى في مناهجنا التعليمية وفي خطبنا وفي مواعظنا وفي جميع ملتقياتنا وفي قنواتنا الفضائية، نعم، وفي وسائل إعلامنا، هل نحن نتربى على ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هل نحن نتربى على أن نكون أمة مجاهدة؟ هل نحن نتربى على أن نكون أمة مقاتلة؟ هل نحن نتربى على أن نكون أمة سيف ومصحف؟ هل نحن نتربى على أن نكون أمة فاتحة للأرض كلها؟ أم نحن نتربى على غير ذلك؟ بل نحن الآن لسنا في مقام لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا. لا، بل أكثر من هذا، أننا نجرم من يدعو إلى أن يتربى المسلمون على هذا المعنى. نحن الآن نجرم من يدعو إلى أن يتربى المسلمون على الجهاد، بل ربما نصم ذلك بالإرهاب والعنف والتطرف، ونخلط بين الأمور حتى تشوهت حقائق الدين في حياتنا. الله المستعان. وهذه حقائق. ثم واقعا لنكون واقعيين، نعم، الآن الكفار غزونا في بلادنا، هذه جيوش الاحتلال أمريكا وغيرها تغزو بلاد الخلافة الإسلامية في العراق، نعم، ماذا فعل المسلمون؟ هل هبوا للدفاع؟ ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن من الكبائر السبعة التولي يوم الزحف، نعم، الآن الزحف وصل إلى بلاد المسلمين في كل مكان، نعم، فلسطين ذهبت، الأندلس قبل ذلك ذهبت، الآن العراق تذهب، وربما يتلوها غيرها، نعم. فهل نحن مؤهلون لإيقاف هذا الزحف، أم نحن ممن يتولون يوم الزحف؟ نسأل الله العيار من ذلك. والله شيخ، ثم انظروا كيف يتعامل الإعلام مع الفتية الذين أحسوا بالمسؤولية أمام الله عز وجل، نعم، فنفروا إلى العراق ليجاهدوا في سبيل الله، نعم. ما هو موقفنا منهم؟ موقف الإعلام، موقف المربين، موقف العلماء، موقف المفتين، موقف المسؤولين، موقف السياسي، ما هو موقفهم من هؤلاء؟ هل هو موقف النصرة والتأييد والدعم والمساندة، أم هو موقف التخذيل وموقف التجريم وموقف الإحلال؟